أهلا بحضراتكم مرة تانية، لسه معاكم من خلال الأهلي ليلة. وفي هذا الحوار نطرح الكثير من التساؤلات عن أهم ما تم العمل عليه ليخرج استاد القاهرة بهذا الشكل أكثر من رائع في افتتاح ومع انطلاق نهائيات كأس الأمم الأفريقية في مصر 2019، كواليس العمل اللي سبق حفل الافتتاح وانطلاق البطولة، وأيضا كل ما يجري ومكاسبنا في مصر من حيث إعداد وتطوير البنية التحتية الرياضية وملاعب واستادات كرة القدم، فكرة تنظيم الأمور الخاصة بدخول وخروج الجماهير، تذكرتي والفان آي دي، وكل التفاصيل دي مدى أهميتها والتنسيق بين كل الأجهزة القائمة على كرة القدم وعلى الرياضة وأجهزة الأمن في مصر اللي اشتركت في التأمين وتنظيم الأمور وظواهر الحفاظ على امتلاء الاستادات بالجماهير، واستمتعنا بمشاهدة المباريات من أرض الملعب ومن الاستادات اللي بتستضيفها مع الحفاظ على كل ما يتعلق بالآداب والسلوكيات اللي متعارف عليها عالميا في ملاعب كرة القدم، وأن تبقى هذه الاستادات والملاعب لكرة القدم وللرياضة وبعيدا عن أي أغراض أخرى. أسئلة كثيرة مطروحة من خلال هذا الحوار، اسمحوا لي قبل ما نتلقى المداخلة الهاتفية القادمة بس في البداية برحب بضيفنا الكريم في هذا اللقاء، وهو مدير عام بهيئة استاد القاهرة الدولي الدكتور وليد الكاشف. أهلا بحضرتك دكتور. أهلا وسهلا، سعداء بوجود حضرتك. أهلا وسهلا بيكم في قناة الأهلي. أهلا بيك يا دكتور. وقبل ما نبدأ الحوار اسمح لي بس نستكمل متابعتنا لمباراة تونس والسنغال واللي انتهت بفوز المنتخب السنغالي بهدف نظيف وتأهله للمباراة النهائية. معانا على الهاتف واحد من كبار نجوم الكرة التونسية سابقا، وهو من عناصر المنتخب ومن نجوم المنتخب الفائز بنهائيات كأس الأمم الأفريقية عام 2004، لاعب الكرة التونسي الشهير السابق كريم سعيدي. كابتن كريم مساء الخير. مساء النور، كيف الأحوال؟ مساء النور، أهلا وسهلا، سعداء بمشاركتك معنا في هذا الحوار عبر قناة الأهلي. كيف ترى المباراة؟ كنا نتمنى حظ أوفر للمنتخب التونسي، الجماهير كانت منحازة إلى أقصى درجة لأن يكون النهائي نهائي عربي خالص بين المنتخبين التونسي والجزائري بعد خروج المنتخب المصري في دور 16 من السباق. كيف تقيم هذه المباراة فنيا وصعود السنغال على حساب تونس بهدف نظيف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هنقول مبروك المنتخب السنغالي، المنتخب السنغالي فريق قوي، فريق يعني عنده خبره طويله في الكاس الافريقيه، بس نحن تونس هتكلم شويه على الماتشات اللي فاتت. صح ان احنا ما عملناش ماتشات كويسه، ماتشات تسليف يعني كيف بالمردود المنتخب التونسي في الماتشات الأبليه، بس اليوم الصراحه شفنا منتخب متكامل، منتخب يعني متناسق مع بعض، في اهم حاجه في روح انتصاريه من عند اللعيبه. جت عنا ضربه الجزاء الاولانيه بس اخفقنا فيها، بس الحمد لله في رياكشن من عند اللعيبه. المنتخب السنغالي يحاول باقصى مجهوده علشان يجيب الجول، بس الصراحه الحارس المرمى يعني انا متاسف كثير، هذه يعني ثالث مره بيعمل اخطاء. حارس متمركز كويس في الكرات الهوائيه، بس نحن نقوله يعني مبروك للمنتخب السنغالي ومبروك كمان للمنتخب التونسي على الروح الانتصاريه اللي نحن افتقدناها في الثلاث ماتشات الاولانيه. كابتن كريم، رغم الخروج من السباق اليوم امام المنتخب السنغالي، لكن في اشاده من اوساط الاعلام الرياضي المتابع للبطوله ونقاد الرياضيين باداء المنتخب التونسي اللي كان محل انتقادات في المباريات الاولى ومباريات المجموعه، ثم حدثت نقله نوعيه كبيره في الاداء، تغيير لعدد كبير من اللاعبين في صفوف المنتخب وتغيير خططي غير من شكل الفريق للافضل، وزي ما حضرتك قلت دلوقتي ان الامور تغيرت بدءا من مباراه غانا واصبح المنتخب التونسي بيقدم الكره اللي احنا نعرفها عن المنتخب التونسي واللي تليق بيه. ايه سر التغيير للافضل اللي حصل خلال مشوار البطوله ده؟ والله كلامك صح، في اللعيبه يعني المنتخب الحالي دلوقتي لو انت تقارنه بالمنتخب 2004 المتوج بكاس افريقيا، منتخب 2004 المنتخب الحالي دلوقتي، المنتخب الحالي فيه فنيات فرديه كويسه، بس ما فيش روح انتصاريه. من الماتش بتاع غانا الاداره الفني حاول غير اللاعبين وحاول شرك اللاعبين اللي هما عندهم كثير يعني كومبيتيشن، وفي العامل البدني هو اثر علينا كثير، بس يعني بشكر اللعيبه مع دخول الخليفي في الماتش بتاع غانا زاد يعني اعطى عمق هجومي كويس، في ارتباك من المدافعين المنافسين، وصراحه يعني تشوف الفرق بين ماتش غانا والماتش اليوم بتاع السنغال، في روح انتصاريه، في فريق متكامل، في فريق يعني متناسق مع بعض،
صراحه يعني انا بقول شكرا للمردود بتاعهم وان شاء الله الخير افضل ان شاء الله. اخيرا، هل انت مع الاصوات التي ام ضد الاصوات التي تطالب برحيل المدير الفني الحالي لمنتخب تونس ألان جراس وتكليف مدير فني جديد؟ والله انا مع مدير فني جديد، علشان المشكله المدرب ألان جراس يعني لسه جاي جديد، لسه مش عارف اللاعبين التوانسه، لسه مش عارف الفنيات بتاعهم، لسه مش عارف اللاعبين الاجانب اللي لعبوا في تونس هل هم بيلعبوا كثير في الفرق بتاعهم ولا لا. انا باعتقادي ممكن بندوا فرصه للمدرب التونسي اللي هو يعرف المنتخب ويعرف البطوله المحليه ويعرف يتابع كثافه اللاعبين. يعني زي روجو لومير يعني نجح معانا كثير في البطوله التونسيه وغير شكل المردود المنتخبات في تونس. ان شاء الله يعني انا عندي ثقه في المدرب التونسي لو يدينا فرصه ان شاء الله. اشكرك جدا، نجم الكره التونسيه السابق واحد النجوم الفائزين بلقب نهائيات كاس الامم الافريقيه عام 2004 كريم سعيدي، شكرا جزيلا لك، ونتمنى حظ اوفر ان شاء الله للمنتخب التونسي في البطولات القادمه، وكل التهنئه طبعا بنتمنى طبعا يعني ان المنتخب السنغالي كان يستحق وفي اشاده بمستواه من بدايه البطوله، وكان من الفرق اللي عندها حقيه باجماع الاراء بالتاهل للمباراه النهائيه. بنتمنى انه يكمل البطوله بنفس القوه واننا نرى نهائي على نفس المستوى اللي شفناه في المباراه الأخيرة وأفضل إن شاء الله، وبنقدم التهنئة للمنتخب السنغالي بصعوده للمباراة النهائية. أعود لضيفي الدكتور وليد الكاشف وهو مدير عام بهيئة استاد القاهرة. دكتور وليد، إيه أهم ملامح المرحلة أو الأيام الأخيرة اللي كان بيجري العمل فيها على إعداد استاد القاهرة لانطلاق البطولة؟ هو يعني نمشي بالتوازي، ما كانش استاد القاهرة بس، كان في سيد استادات بيتعمل عليهم اللي تلعب عليهم المباريات الرسمية، وفي كل استاد ليه ملاعب فرعية قدرنا إن هم يوصلوا في أعلى مستوى، يعني لدرجة إنهم وصلوا إنهم ممكن يبقوا لو ليهم مدرجات يبقوا استادات للمباريات كمان. ست مجموعات أول مرة تتعمل في دولة أفريقية في بطولة فيها 24 فريق، يوصل المستوى المشرف للتنظيم والاستادات بالمنظر الجميل ده، كان يعني الشائبة الوحيدة طبعا هو خروج المنتخب يعني. إنما لو كان كامل إنما الاستادات طبعا اتعمل عليها شغل في من 4 لـ5 شهور، سد استادات باستادات ملاعب تدريب، يتعمل عليها كمية الجهد التقني على أعلى مستوى اللي كان موجود في الاستاد اللي احنا شفناه كلنا في الست مجموعات. طبعا حاجه يعني تشهد ليها البطوله، جماهير وتلفزيونات وقنوات ناقله، وطبعا ده كله يرجع لان كل الاطراف المعنيه قعدت على طاوله المفاوضات كلها قالت اللي احنا عاوزين حاجه واحده بس وراها اللي هي مصر. خلينا تنظيمياً ناخد حضرتك زي ما قلت كلامك سليم ان الاستادات كلها شملتها عملية التطوير والتجهيز بأفضل شكل ممكن، وهو مكسب مستمر إن شاء الله للرياضة والكرة المصرية. خلينا ناخد استاد القاهرة كمثال لأنه تاريخه وحجم وسعته الجماهيرية واستاد بيمثل رمز حقيقي للرياضة والكرة المصرية. إيه أهم الملامح الخاصة بما اتفق عليه من الدولة، من المسؤولين، من كل الأجهزة اللي تكاتف من أجل نجاح عملية استضافة وتنظيم البطولة؟ قالوا إيه المطلوب إنه يتحقق، وكان مطالبكم الفنية اللي عايزين الدولة توفر كل ما يحققها في استاد القاهرة؟ طيب، هو طبعا استاد القاهرة دلوقتي بقى يعني من ضمن الاستادات اللي بقت مصنفة عالمية، يعني لو في مباراة عالمية دلوقتي ممكن تتلعب في دولة أفريقية مش هيلاقوا أحسن من استاد القاهرة يتلعب فيها. إحنا عندنا دلوقتي أرضية زي تضاهي الارضيات اللي موجوده في اوروبا كلها، وفي الدول شرق اسيا مفيش الا استاد دبي بس. يعني دلوقتي احنا عندنا استاد الارضيه بتاعته اللي هي خليط ما بين النجيل الطبيعي والصناعي، اللي انت هتلاقي دايما في مشهد غريب على المشاهد المصري ان يلاقي صيف شتاء ان شاء الله هيلاقي ارضيه الملعب بتاعه الاستاد بالذات خضرة. ودي طبعا احنا دايما عندنا مشكله في شهر يناير وفبراير في الزراعات بالنسبه للاستادات كلها مش استاد القاهره بس. فالتقنيه الجديده دي ان شاء الله تطبق، اتمنى يعني من الدوله انها تطبقها في جميع الاستادات. واستاد القاهره طبعا بدا وزي ما احنا شفنا كده المنظر الجميل للاستاد من ارضيه لمدرجات، ده طبعا نتيجه عمل وجهد خارق في وقت الدوله كلها، من اول سياده الرئيس لرئيس الوزراء لوزير الشباب والرياضه لرئاسه الاستاد، كلهم متواجدين 24 ساعه للعمل عشان يوصل الاستاد بالمنظر الجميل ده. غرف خلع الملابس احنا برضو اتعمل حاجات، يعني طبعا الاشتراطات الدوليه واشتراكات الكان لازم يكون في 4 غرف خلع ملابس في اتجاه واحد، كان بالفعل موجود بس كانوا في مستويين مختلفين، اتعمل
كل ده اتعمل في وقت قياسي. انا عايز حضرتك تقول للناس اللي مش عارفه الكواليس كل حاجه تم تطويرها في الاستاد. يعني حضرتك اشرت لارضيه الملعب، عايزين نعرف الكوريدورات، المخارج والمداخل كيف تصبح اسهل على القادم لمشاهده اي مباراه. تمام. دورات المياه، غرف ملابس اللاعبين، اي ملحقات للتدريب، يعني كل ما يحتاج اليه اي استاد زي ما حضرتك قلت ليصبح مصنف عالميا. هو الاستادات اللي هي نظمت 2006 و2009 كانت فيها بالفعل مقومات الاستاد الدولي او الاستاد اللي فيها الاشتراطات الدوليه. ولكن دلوقتي احنا بنتكلم في 2006 و2009، دلوقتي في 2019 في تطورات حديثه في الاستادات زي الارضيه اللي احنا قلنا عليها، غرف خلع ملابس اللي احنا قلنا عليها، اللي بالفعل كان فيه ارقام للمدرجات او بمعنى اصح للكراسي. ماشي، اي نعم نظمناها دلوقتي في الدرجه الاولى، بس ان شاء الله تبقى في الثانيه والثالثه، بس كل الكراسي مرقمه. احنا لسه عندنا ثقافه يعني ازاي المشاهد يقعد في المكان بتاعه لسه قدامه شويه. يعني اللي عاوزين نوصل زي ما بنخش السينما كده بيبقى لينا رقم بنقعد عليه، عاوزين نوصل في الاستادات برضو يكون الرقم اللي موجود على الكرسي هو اللي موجود على الفان بتاعك او على التيكت بتاعك اللي انت تخش تقعد فيه على طول. دي طبعا اتطبقت بس في الدرجه الاولى، نتمنى في الدرجات الاخرى انها تكون موجوده. المخارج والمداخل في اشتراطات دوليه، في كشافات طوارئ، في منطقه للإخلة، في حاجات ضروريه لازم تكون موجوده عشان الاستاد ياخد ابروفد عشان خاطر يتلعب عليه المباريات الدوليه سواء كان او الكاف. في عندنا المداخل دلوقتي، انت مباراة أو استاد اتعمل عليه افتتاح واختام البطولة، طبعا الشكل المبهر اللي احنا شفناه في الافتتاح ده مش وليد يوم، لا ده انت جبت التقنيات العالمية من إخراج تلفزيوني للاستاد نفسه ازاي ان هو اتلعب عليه أو اتدرب عليه الجزء اللي هو اتعمل ده في استاد تاني عشان ما نرهقش الاستاد بتاع الكورة. وفي اشتراطات كمان علشان حفل الافتتاح والعروض اللي هتقدم ما تؤثرش على أرضية الاستاد. مفيش يعني في أكتر ان المنتخب المصري ما اتدربش ولا تدريبة على الاستاد القاهرة، خلاف ان هو نزل اتمشى بس على فرضية الاستاد دي، معناها اللي احنا يعني كنا مطبقين كل الشروط بحذافيرها، بس كان المفروض نخلف في الحتة دي شوية يعني. بس ان شاء الله احنا كل اللي حصل ده والنجاحات بتاعة التنظيم اللي حصلت دي احنا متوقعينها بقى ان شاء الله تخش على الدوري والكاس، والجماهير الجميلة اللي احنا شفناها بالفان اي دي اللي كان شكلها يفرح. يعني في 2006 كنا شايفين الاعلام وشايفين تبيض الوجوه بالاعلام عالم منتخب مصر، احنا المره دي كمان في 2019 شفنا الاعلام وشفنا برضو الكلام ده، وشفنا كمان الفان اي دي وهو كل الجمهور اللي داخل 70,000 ولا 72,000 اللي كانوا موجودين جوه الاستاد يعني لابسين الاي دي ده رمز معاهم، لازم نستغله بقى، يعني لازم نستغله ان ده موجود معانا كمان في المباريات. طيب هل ده يا دكتور وليد عشان ضبط الامور ومنع اي حد عايز يخرج عن الاطار المقبول؟ يعني في روسيا كان الفان اي دي مع الفيزا مع دخول البلد لغير الروس ليس للمواطن الروسي. في مصر هنا هل احتاجنا نعمل ده كمرحله انتقاليه حتى تعتاد الناس على ان الاستاد مكان لمشاهده كره القدم فقط ولا يقبل فيه انه يستغل لاي هدف اخر؟ والله دلوقتي احنا عندنا قاعده بيانات على اعلى مستوى، بالتالي مفيش حد هيخش جوه الاستادات الا هيكون ليه معروف ده ايه من الفان اي دي بتاعه. يعني لو داخل لحاجه تانيه خلاف الاستمتاع هيتجاب مش هيسمح ولكن ايوه يعني خلاص بقى الموضوع ده نسيبنا منه عشان ان شاء الله مش هنوصل له. انما الجزء اللي حضرتك بتتكلم فيه اللي هو ان الكلام ده اتطبق طبعا في روسيا اول تطبيق للفان اي دي، ليه احتاجنا نعمل فان اي دي للمشجع المصري في مصر؟ احنا ما عندناش قاعده بيانات في حاجات كتير عشان وضع قواعد بيانات فدلوقتي انا دلوقتي داخل عشان اتفرج داخل المشاهده للاستمتاع زي ما بقول لحضرتك كده، اي حاجه تانية يبقى انت مش طريقك ده خلاص بقاش طريقك. فانت خد بالك بقى في الماتشات اللي جايه بقى في الدوري والكاس وغيره، ماشي اللي انت هتبقى ماشي على مشاور كلنا ماشيين على الصراط المستقيم ان شاء الله. حضرتك تقصد انه بنحط سيستم الناس تلتزم بيه وتعتاد على الالتزام في الاستادات فتره، احنا نمشي فتره حد ما الناس تعتاد على انه يبقى النظام ده طبيعي جدا في حياتنا وفي تحركنا ودخولنا وخروجنا من الملاعب. النظام ما يزعلش الا اللي هو مالوش في النظام، واحنا دلوقتي ماشيين في اطار اللي احنا ننظم كل يعني مصر دلوقتي بلد كبيره مش صغيره، ما ينفعش اللي احنا مش عارفين ننظم مباراه، ما ينفعش عارفين ننظم دوري ولا كاس الجمهور يحضر 1000 ولا 2000 يعني بس لا خلصت القصه دي خلاص. احنا دلوقتي خلاص ننسى بقى ما فات، واذا كنا افتكرنا حاجه لمجموعات المشاهدين او الروابط او كده اللي احنا مش عاوزين نقول روابط، هنقول مشجعين مشجعين مصر اهلي زمالك
جمهور الاهلي الجميل بقى يخش بقى الايجابيات بتاعته بس اللي نشوفها، ما نشوفش اي حاجه تاني من الجماهير او الروابط اللي هي بتخش، نشوف الدخلات الجميله اللي بتوصل لسبع دخلات في دقيقه ونص، دي ما بتحصلش في اي دوله في العالم الا عندك هنا بس في مصر. كل الايجابيات دي اللي احنا بنشوفها من مجموعه شويه عاوزين نشوفها تاني بقى بالمنظر الجميل عشان كلنا نخش نشوف، شوف المنظر بتاع الاستاد حاجه تفرح، حاجه العالم كلها شافها، ما ينفعش احنا اللي جوه مصر بنشوفها في التلفزيونات، لا احنا نروح الملعب نشوفها ونستمتع بيها ونطور، يعني ما فيش حاجه بتقف على حق. لا ده احنا نخش ونطور، شوف الجمال، الجمال ده ما ينفعش ان هو ما يكون موجود في مصر احنا ما نروحش نشوفه. يعني هل اتفق الدوله اتفقت على انه ان شاء الله سيستمر التواجد وامتلاء الاستادات بالجماهير بالضوابط الموضوعه لتنظيم الامور بعد البطوله بجانب بقى انا بناشد بقى من منبر حراك المحترم المنظمين شباب مصر المنظمين اللي كانوا موجودين في البطوله او اللي كانوا موجودين في ثلاث مجموعات بتوع القاهره والثلاث مجموعات اللي في المحافظات لازم نستعين بيهم في المباريات، دول شباب مصر زي الشباب بالظبط اللي بيخش يتفرج وفي الاخر بعد بدايه المباراه بيخشوا يتفرجوا مع بعض، دول هيظبطوا من سلوك دول وفي الاخر هيطلع المنظر الجمالي اللي احنا شفناه. منظمين خدوا دلوقتي مستوى عالي جدا من التدريب سواء قبل او اثناء البطوله، وان شاء دول ما ينفعش اللي احنا نغفلهم، لا دول اللي هيكونوا اللي بجانب الفان اي دي والنظام تذكرتي اللي احنا شفناه، ويعني حتى لو في سلبيات فهي لا تذكر يعني انما ايجابياتها كتير. طبعا بدايه اي تجربه عشان حتى طبعا يعني هو اول يوم كان فيه طبعا يعني حاجات خلل بسيط، انما دلوقتي احنا كل ماتش بيبقى فيه تجارب زياده، كل ماتش بيبقى فيها تجارب زياده سواء للمتطوعين سواء لتذكرتي سواء لكل من هو شغال في الاستادات. طب هسأل حضرتك سؤال تاني، خلينا احنا دايما بندور على الافضل وبنفكر في الافضل ان شاء الله ونقدر على تحقيقه باذن الله ان شاء الله. بعض الناس بتقول مثلا بروح مباراه في اوروبا ليفربول لارسنال لتشيلسي لاي فريق، بيقول بدخل قبل المباراه مباشره، بعد المباراه بدقائق بيكون الناس خرجت خلاص من الاستاد. احنا ازاي نوصل لتحقيق الهدف ده؟ عارفين ان احنا لسه عندنا اعباء كبيره جدا على الامن، وان مصر كانت البطوله دي اكيد من الاحداث اللي كانت مستهدفه الى اقصى درجه وكان مطلوب تامين مضاعف، يعني عارفين حجم الجهد المبذول. هل احنا بنخطط لده؟ هل حضراتكم كمسؤولين في استاد القاهره مع القائمين على امور تامين الاستادات حتى في المباريات المحليه القادمه ان شاء الله بتفكروا في ده، ان الاستاد الناس تقدر تدخل مباشره قبل الماتش، ما يبقاش في انتظار لساعات قبلها ولا وقت كبير في الخروج بعدها؟ لو قلنا التجارب اللي موجوده في هذا هما ليه بيخشوا قبلها بخمس دقائق وب10 دقائق وب7 دقائق بالفعل حوالين الاستادات او جوه الاستادات بس من الخارج ماشي، بس جوه الاستاد في مجموعه كافتريات او كافيهات او كده على اعلى مستوى تقدر انت تنتظر فيها، في زي ما هو موجود بالفعل دلوقتي في الاستادات بره الاستادات يعني او في جسم الاستاد من الخارج في اكتر من فاسيلتي نقدر ان احنا نستمتع بيه زي معانا اولادنا او زي ما ده موجود او الاسر او زي الاستادات العالميه. ليه الكلام ده ما يبقاش ثابت بقى؟ يعني ليه يحصل بطوله او يحصل مناسبه عشان خاطر اعمل الكلام ده؟ لا ده انا اعمل ملاهي جوه واعمل كافيهات كبيره عاليه جوه واعمل واعمل اعمل وشاشات عملاقه اقدر اجيب فيها المعلنين وقتها قبل احنا عاوزين المباراة. اللي يخش الاستاد مش مجرد الولد الشاب او الراجل الكبير، لا احنا عاوزين اسر، يعني زي بالظبط ما بيروح مسرح يستمتع زي ما بيروح سينما لا يروح مباراه، واحنا شعب عاطفي بنعشق حاجه اسمها كره قدم، لازم نستغل الفرصه دي، وطبعا يا ريت جنبيها اللي احنا ما نزودش التيكت عشان يبقى الاسره كلها تيجي، ما يبقاش مجرد الشباب اللي هم سن كذا لكذا هم اللي موجودين من 15 ل 25، لا احنا عاوزين نرفع من شان من هو بيخش يتفرج على المباريات، عاوزين البرفانات دايما اللي هي في الاستادات، عاوزين الشكل الجميل اللي احنا بنشوفه في 2006 و2009 وشفناه في 2019 يتكرر. دلوقتي حضرتك انت عندك الماتشات ما فيش طرفها مصر، جمهور قد ايه من مصر بيروح؟ بيروح الجمهور ده احنا عاوزين بقى، في ناس كمان مركزه او واعيه لدورها في المساهمه في نجاح البطوله حتى مع الشكل المؤسف اللي ظهر عليه منتخبنا ويعني نودع البطوله مبكرا، وكان من اكبر المفاجات الفنيه خروجه في دور ال 16، ولكن في النهايه الناس عايزه البطوله تنجح وحريصه على انها تكلل الجهد المبذول ده بحضورها لحد المباراه النهائيه. ده اول حاجه اتعملت يعني الاعلام عملها في القنوات كلها، البطوله ما خلصتش دي حاجه يعني ده اللي فكر فيها ده حد جميل حد جميل، يعني الافكار دي ما ينفعش انها تبقى في الادراج. المصري مشهور بثقافته العاليه في ان هو يبتكر زي بالظبط ما احنا بنبقى في المدرجات مره واحده بيطلعوا اغنيه واحنا قاعدين ولا مرتبينها ولا عاملينها بروفات قبل كده ولا اي حاجه، مره واحده بنلاقي حاجات جميله افيهات جميله، المصري طبعا افياته جميله، الكلام ده كله لازم يطلع يطلع ويطلع للنور بس بايجابياته. انا ما ينفعش ان انا اشوف حاجه وحشه في المدرجات اجيب الكاميرا عليها، ما ينفعش الكلام
الكلام ده. طيب احنا عايزين نتكلم شويه عن ارضيات الملاعب اللي تم التعاقد عليها ووصولها لهذا الشكل المرضي والمبهر. يعني حضرتك بتقول انه مطابق للاشتراطات الاكثر تطورا في العالم، هل في عقود صيانه شان كمان اشهر الاستادات في العالم، وهل هي مع شركات اجنبيه تعاقدنا معها قبل البطوله لتحقيق هذا يعني الانجاز في وزمن قياسي، ولا نقل الخبره تم للخبرات المصريه وللشركات المصريه اللي هتتولى رعايه وصيانه هذه الاستادات وارضيات الملاعب في الفتره؟ هي طبعا بشركات مصريه بس بخبره عالميه. يعني هو طبعا الاستاد القاهره طبعا هو اللي اتعمل فيه التجربه الاوروبيه اللي اتعمل فيها ان هو خليط ما بين النجيل الطبيعي والنجيل الصناعي. باقي الملاعب اتعملت طبعا لما ارتاحت ماشي، قدرنا نشوف ارضيه جميله، ما برضو الجو المصري جو حلو، واحنا دلوقتي بالذات كمان الفتره دي فتره كويسه لنمو النبات، يعني النبات بيقدر ان هو ينمو بصوره المناسبه الايام دي. ماشي، احنا قصتنا كلها في شهر 1 و2 وشهر 12 ساعات ماشي، انما في الاخر الصيانه، اي حاجه في مصر اي حاجه في اي دوله في العالم ما فيهاش صيانه مش هتكمل بنفس الصوره الجميله اللي احنا بنبهاها كلنا. في الاخر هو مستطيل الاخضر، انما هندي بقى ضغط زي ما احنا كنا بنعمل على استاد القاهره وباقي الاستادات زي بيتروسبورتو اللي كان عليها ضغط مباريات، لا دلوقتي خلاص دخل الخدمه استاد القاهره، استاد الكليه الحربيه بالنسبه للقاهره اقدر اوزع المباريات ماشي. فبالتالي بقى ايه لجنه المستشفيات الحاج عامر حسين ربنا يديله الصحه في الايام الجايه ماشي، ان هو يوزع المباريات بقى على الاستادات اللي دخلت الخدمه بجانب الاستادات اللي كانت موقوفه انها انت عندك كام استاد تدريب اتعمل؟ استاد الشمس، استاد سكه الحديد، نعمل عليها المباريات. انه يبقى في فترات راحه لارض الملعب نفسها كافيه بين المباريات، ما يعني لا يتم اهلاكها بشكل مبالغ فيه، وانه نوعيه الصيانه واحترافيه الصيانه اللي بتتعمل امر كمان مهم جدا. تمام، والدليل على كده ان ما فيش استاد في دولي ما بيتلعب عليه اكتر من مباراه كل اسبوعين. صحيح. يعني لو رحنا اي دوري من دوريات الاوروبيه ونشوف الملعب بتاع بيتلعب امتى، هو مباراه كل اسبوعين، هو عنده مباراه اسبوع داخل واسبوع خارج. الاسبوع الداخل على ارضه، الاسبوع الخارج وما فيش حاجه اسمها تدريبات على ارضيه الملاعب الرئيسيه للمباريات. الكلام ده شفناه اهو واتطبق في الكاف، مش عاوزين ان احنا بعد كده في الدوريات المحليه نقول نعمل مباريات على استاد الحربيه ولا تدريبات على استاد الحربيه او استاد القاهره او بيتروسبورت، دي استادات للمباريات تنزل تاخد الاحساس بيها تاخد ان كلها، لكن يبقى في ملاعب تدريب ما ترهقش ولا وبالفعل دلوقتي اتعمل ملاعب تدريب على اعلى مستوى تضاهي ملاعب المباريات. انت عندك 4 ملاعب في استاد القاهره للتدريب، عندك 3 ملاعب في استاد الدفاع الجوي، عندك ملعب الشمس، ملعب السكه، الملاعب دي كلها كانت خارج الخدمه الى حد ما، انت دلوقتي دخلتها جوه الخدمه وبيقابها صوره نحافظ عليها زي ما حضرتك قلت كده، الصيانه دي اللي تحافظ على اي حاجه موجوده. الكوبايه دي لو ما اتعملناش صيانه وكده هتبوظ ماشي، الجهاز بتاع حضرتك في الصيانه دي اللي احنا ساعات بنغفلها. فدلوقتي احنا عندنا شركات على اعلى مستوى تقدر انها تصين لنا الملاعب وتتوزع المباريات، مفيش شركات مصريه بتقوم بالمهمه. شركات مصريه طبعا طبعا بس في بعض الخبرات الدوليه اللي بنستعين بيها لحد بس ما تدرب الناس بتوعنا والمهندسين بتوعنا واطقم العمل اللي بتقوم بالصيانه والمكن والكلام ده. الكلام ده طبعا مش هينفع، اللي هو لازم نقل الخبره دي للقاده. الجمال اللي احنا شفناه في تنظيم 2019 سواء مباريات او ملاعب او تنظيم لازم نكمله في الدورات المحليه تبقى هي تضاهي بالفعل ما حصل في 2019. حتى في مستوى النقل والبث والتصوير وكواليتي الاخراج الخاص بالمباريات كل شيء مميز جدا. احنا عندنا كل حاجه، معدات الخامات من المخرجين وبتاع، بس لازم نديهم فرصه ان هم يروحوا يطوروا من نفسهم او عن طريقنا برضو ياخدوا دورات بره، نجيب لهم من هو يديهم احدث حاجه موجوده. الكلام ده كله مش بكتير، الكلام ده هيفيدنا في نقل المباريات بالصوره الجميله اللي احنا شفناها والبصوره الجميله بالفعل اللي احنا محتاجينها في الدوريات المحليه بتاعتنا. طيب التاثير للامور الفنيه اللي كانت اكبر مفاجات البطوله هي خروج مصر والمغرب مبكرا من هذا السباق. بكل الحسابات مصر والمغرب كان بيتوقع ان هم من الفرق الاقرب قبل انطلاق البطوله ان هم يبقوا في النهائي، وناس تقول مصر اقرب انها تاخد البطوله لعوامل كثيره، وناس تقول المغرب اكثر منتخب مؤهل للبطوله. كان من اكبر المفاجات تاثيرهم فنيا على استمرار نجاح البطوله والحضور الجماهيري، وكيف تم التعامل مع هذا الامر؟ والله طبعا ما ننكرش طبعا دي اثرت على مش الحضور الجماهيري بقى، اثرت على نفسيه المصريين. بس اتفرج كده ايه، نسترجع كده المباراه بتاعه مصر ومع جنوب افريقيا لما خرجنا من البطوله، ايه اللي حصل؟ احنا ماشيين متاثرين
الناس كلها زعلانه ومنتخب وبتاع. انما شفنا اي شائبه تعوق ان لفظ طلع من المدرجات حاجه اتكسرت سلوكيات الله. طب احنا عندنا اهو السلوكيات الجميله ليه ما نطبقهاش في دورياتنا؟ يعني احنا ما فيش اكتر من منتخب مصر. منتخب مصر احنا خرجنا من الادوار يعتبر الاولانيه دور 16 ده يعني الادوار الاولانيه في البطولات اللي فاتت لم يشوبها شائبه. النهارده ما كنا يعني طبعا احنا البطوله في مصر وبطوله افريقيه طبعا بنبارك للسنغال، بس كان عندنا عاطفه شويه مع تونس النهارده انها تكس لما خسروا الحكم عشان اقول ظلم ولا ما ظلمش دي مش بتاعتنا ماشي، بس برضو ايه قال لك احنا ما شفناش حد اعترض ولا في الملعب تحت ولا فوق في المدرجات، وفي الاخر مباراه توقعنا ممكن يحصل مشاكل ما حصلش. الله يعني احنا مع بعض بس اللي بنعمل مشاكل؟ لا يعني عايزين ننقل بقى في الثقافه دي. أيوة الثقافه دي بقى للملاعبنا في الشغل المحلي الكلام ده هينقلنا نقله تانية خالص. هيبقى الاعلانات هتزيد، القنوات اللي بتنقل هتزيد. ما هو برضو احنا عندنا زي ما احنا عندنا حب لكره القدم بالذات دوريات في اسيا وافريقيا يعني اقل شويه واوروبا وكده هتحتاج انها تنقل الرياضه بتاعتنا. يا دكتور وليد ان كل ما الجمهور هيلتزم اكتر ويعي اكتر دوره في نجاح منظومه الرياضه والكوره هيخلي الجمهور يحضر وهيخلي اسهل على كل الاجهزه انها تساعد على امتلاء الاستاد بالجماهير وعلى ان التذاكر والايرادات نجاح المنظومه بشكل عام. طبعا انت الجمهور زي ما احنا دايما بنقول اللاعب رقم 13 في الملعب بيدي روح للجهاز الفني، بيدي روح للعيبه، بيدي روح للجمهور حتى اللي هو في البيت. التشجيع ده والتشجيع المثالي طبعا بيعمل ابهى صوره من الجمال اللي يخلي الواحد حتى بعد كده يروح شغله وهو مبسوط. يعني اتفرج احنا لما بيكون في شائبه، يعني مش عاوزين نقول الاحداث اللي بعدها حصلت في بعض الملاعب، احنا فضلنا فتره ما بنتكلمش الا على الخسائر انما دلوقتي لما بنكسب ولا بنعمل مباراه جميله ولا بنعمل بطوله جميله، ما احنا دلوقتي مصر طلعت، احنا زعلانين على مصر طلعت بس فرحانين بتنظيم البطوله، بنجاح البطوله صحيح. فرحانين كل شويه نبص على الحاجات الصغيره اللي احنا بنشوفها في الاستادات من الدخول الخروج للاولاد الصغيرين يعني حاجات صغيره كده ليها معاني حلوه بتخليك اللي انت عاوز تتفرج على الماتش، عاوز تتفرج على الجمال اللي موجود حوالين الماتش مش مجرد المستطيل الاخضر بس. طول الوقت احنا بنشوف المباريات العالميه بنقول ليه ملاعبنا ما تبقاش كده؟ ده بالفعل بدأنا نشوف الشكل. احنا دلوقتي بنشوف قبل المباراه وهم بيعملوا يعني اللقاءات، بنشوف الخلفيات، مفيش حد بقى طالع ورا اللعيبه عمال يشاور ولا الحاجات دي خلاص. خلينا نسمع رأي قادم من المغرب، هذا الرأي من أحد الصحفيين ونقاد الرياضيين المغاربة، يتحدث أيضا عن تأثير خروج مبكر هذا الخروج المبكر لمنتخب المغرب من البطولة كان مشابه لسيناريو خروج منتخب مصر، وإن كان طبعا السيناريو المصري كان أصعب لعوامل الأرض والجمهور والحسابات الخاصة بتنظيم واستضافة البطولة، لكن خلونا نشوف هذا الرأي عن خروج المنتخب المغربي. وإلى المدرب ما بقاش عنده وقت للاشتغال طيلة السنة. تعرف هو متعاقد مع المغرب ومقيم باستمرار في السنغال، يروج لمشاريع اقتصادية هناك مع زوجة الراحل بيتشو في أكاديميات، يقوم اشتغال باستمرار، يزور المغرب وينتقل للسنغال، حتى عندما يكون يقيم في المغرب فيقيم في مدينة مراكش السياحية وليس الرباط مقر الجامعة. فالجامعة تغاضت عن هذه الأشياء، تغاضت، وهناك أطراف أخرى داخل المغرب تدفع في اتجاه أن تضعف سلطة الجامعة أو الاتحاد المغربي على المدرب، فالمدرب رأى بأنه لا محمي من طرف جهة ما، فهذه الحماية أصبح رونار لا يقبل الاستشارة، لا يتكلم ولا ينسق مع الاتحاد المغربي، رغم أن رئيس الاتحاد المغربي هو رئيس لجنة الاتحادات أو لجنة المنتخبات الوطنية، وبالتالي فرض أن يكون عنده عين باستمرار على الأندر. ثانيا أن المدرب ربط علاقات خاصة مع مجموعة ديال اللاعبين خصوصا الناطقين بالفرنسية، فكون لوبي، وهذا اللوبي لو قبلوك تلعب تلعب، ما قبلوش تلعب ما تلعبش، والدليل هو حالة حمد الله وقبلوا حالة أزارو، مجموعة ديال اللاعبين لو ما قبلوكش اللاعبين الذي يقودهم بن عطية فلن تلعب مع الفريق الوطني، وإذا أرادوا أن تلعب حتى ولا تكون بنفس إمكانياتك أنك تحضر، والدليل هو بوطيب قاد موسم أبيض مع الزمالك ومع حضر باستمرار ولم يلعب أي مقابلة. كذلك داكوستا متواضع مستواه، في لاعبين أفضل بكثير منه بيد المغرب، على سبيل المثال لاعب بانون فريق الرجاء البيضاوي، فهما لاعبين
داخل الانديه المغربيه لعبوا على مستوى القاري، وصلوا في النهايات، ولكن لا يوجد لاعبين يمثلون المغرب في هذا التظاهر. ظلم زارو؟ زارو ما كانش ظلم قبل، ولكن زارو ربما عانى من الاصابه اللي خلاته ما يكونش جاهز لله. ولكن اللي ظلم هو حمد الله. حمد الله حالته فيها وجهين، اولا كان المفروض انه يستمر لانه حضوره كان مطلب اعلامي وجماهيري، ثانيا كان على اللاعبين واساسا بن عطية كعميد يستقبل بطريقه لائقه لاعب محترف عنده امكانيات اللي كان ممكن انه يفيد الفريق الوطني، ولكن استقبله بطريقه خشنه. هل رينار قادر على تدريب منتخب مصر بعد تجربه منتخب المغرب؟ ما عرفش الامكانيات تختلف. ربما انا سالوني واش رونار يستمر مع المغرب او لا يستمر، فقلت اذا كان رونار بالصيغه الحاليه القائم باستمرار لن يفيد الفريق الوطني، ولكن اذا اراد ان يشتغل مع المغرب ويستمر فعليه وفق شروط اخرى ان يقيم في المغرب ويشتغل باستمرار ويركز مع المنتخب المغربي باستمرار ومع الانديه المغربيه من المنتخبات الفئات الصغرى، لان العقد يتضمن انه هو تكون عنده عين على المنتخب الاولمبي، تنسيق دائم مع الاداره التقنيه الفنيه، فهذه الاشياء لن يقوم بها، وبالتالي دخل في اشياء اخرى ربما تخدم شخصه اكثر من المنتخب. هيكمل ولا مش هيكمل؟ رونار هناك علامات استفهام كبيره، فسبحان مبدل الاحوال مباشره بعد نهايه مشاركه في كاس في موسكو، فتعنطر رونار وقال انا ذاهب لليابان وانا ذاهب للجزائر وانا ذاهب للخليج، الان تغيرت الامور، يقول انا ساستمر. في هناك مساومه على مستوى العقد، لان العقد يستمر الى 2022، عقده يستمر وفيها شرط جزائي للتخلي عنه يساوم للحصول على امتيازات اخرى وابتزاز. استمعنا مع حضراتكم لرؤيه فنيه ومتابعته للبطوله وانطباعاته عن البطوله وعن الخروج المبكر للمنتخب المغربي الناقد الرياضي المغربي الاستاذ محمد رحلي، وطبعا الاوساط المغربيه لم تكن راضيه عن اداء المنتخب المغربي وخروجه المبكر من البطوله، لانه كان ايضا بيتمتع شان المنتخب المصري اللي بيزيد عنه بعوامل الارض والجمهور وتنظيمنا واستضافتنا للبطوله، ولكن كان بيتمتع كمان باسم مدير فني متميز باجماع الاراء هيرفي رينار وعنده خبرات كبيره، فضلا عن لاعبين محترفين وقدراتهم الفنية ليست محل خلاف، فلم يكن هناك ما يبرر من وجهة نظر الكثيرين هذا الخروج المبكر وغير اللائق بقدرات ومستوى المنتخب المغربي اللي توقعت الناس أنه يذهب لأبعد مدى في هذه البطولة وينافس بقوة على اللقب. أستأنف هذا الحوار مع الدكتور وليد الكاشف المدير العام بهيئة استاد القاهرة. دكتور وليد، حضرتك بتقول أن لابد من الاستفادة بطاقات الشباب والخبرات الكبيرة اللي احنا قدرنا نكونها حتى من عناصر شابة وكوادر شابة في إعداد وفي تنظيم الأمور الخاصة بالبطولة، نعمل إيه؟ والله هي ليه في تجربة سابقة لهذا الموضوع، يعني حصل معانا شخصيا ومع جيلي. احنا في 91 وما ادراك ما 91 كانت وعمرو دياب وافتتاح دورة الألعاب الأفريقية، بعديها احنا كنا حوالي 3000 شاب ومن جميع المحافظات يعني، واتعمل لنا برضو زي ما اتعمل برضو الايام دي انترفيوهات، وكلنا كنا طلبة في الجامعات وروحنا كلنا عارفين اللي احنا مش هناخد ولا مليم، كلنا عارفين اللي احنا رايحين نحاول اللي احنا نشتغل في البطوله ويكون لنا دور في اي حاجه بس عشان الحدث ده ينجح. وخدنا فلوس على فكره في الاخر يعني عشان بس هو كويس الصراحه كويس. بعد البطوله الدكتور عماره ورؤساء اللجان قالوا الشباب ده احنا فضلنا كام شهر موجودين مع بعض ليل ونهار ما كناش بنروح، نوديهم فين الشباب دول؟ خدنا خبرات ما ينفعش انها تروح كده، حصل ألفة وتعاون بيننا وبين بعض، قال لك لازم ندور لهم على حاجه نجمعهم وفي نفس الوقت يبقوا لهم ذخيره للبطولات وذخيره لتنظيم البطولات والدورات، ونقدر ان احنا نستفاد بيهم جوه الجامعات كمان انهم يكون ليهم يعني دور في الانشطه، سواء اتحادات الطلاب سواء لينا دور بناء للمجتمع، ما يبقاش مجرد ان احنا خدنا دورات على اعلى مستوى ومكثفه، ما يبقاش خدنا تجربه عمليه في الاستادات والصالات. عملوا لنا نادي يعني تميمة الدورة ساعتها كانت حورس، وحورس ده كان زميل لينا اسمه ياس، عمل لنا نادي
اسمه نادي حورس، وده كان تواجده في الاستاد عملها لنا في سنتر برضو. كنتوا مرتبطين بقى في الجامعه باسره حورس اللي في الجامعه؟ لا ده بعد كده، ده بعد كده. انا ما كنتش اعرف انا حاجه. اسر حورس دي، اسر حورس دي بعد ما احنا دخلنا اتعمل لنا نادي تحت التاسيس اسمه نادي حورس، كان مقره استاد القاهره، كان تحت المدرجات بتاعت السباحه، حاجه صغيره كده كنا بنتجمع فيها. ومنها بقى في مجموعه داخل الجامعه كمان مع الوقت. كلنا في الجامعات، كلنا كنا طلبه في الجامعات، ما كانش في حد لسه فينا خريج. كلنا اللي انا كنت في رابعه، في اللي كان في ثالثه، في ما كانش في حد عندنا خريج. كلنا كنا يعني خدنا دوره جامده جدا جوه وبره البطوله، خبرات على اعلى مستوى في التنظيم، في ما كناش الكلام ده كله عندنا خبرات فيه. اقصى حاجه اللي احنا كنا نروح مثلا مع الدكاتره بتوعنا في افتتاح البطولات، نفضل 3 اشهر يطلع روحنا عشان نعمل جداريه واحده بس تطلع في التلفزيون نص دقيقه، ونفضل 3 شهور نتدرب عليها. احنا اتطورنا جامد جدا، قدر ساعتها اللي احنا والدوله استفادت بيكم، بدات استفادت بينا في ايه، استفادت بينا بحاجات حلوه جدا في قطاعات رياضيه كتير. احنا كلنا بعد كده بقينا رؤساء اتحاد طلاب الكليات والجامعات، وبقى لنا دور مجتمعي. بقينا نسافر، انا في العهد ده سافرت كام سفريه بره شبابيه، سفريات شبابيه، خدت استفدت من اللي انا رحت لهم، الدول اللي رحتها، والدول كان بروتوكولات تعاون بيننا وبين، كان في قافله مثلا لتونس بنروح 150 ولد والبنت، ويجوا لنا 150 ولد وبنت، قعدنا 29 يوم هناك، وهم يجوا يعملوا عندنا نفس الحوار. في حاجه تانية ايجابيه جدا يا دكتور وليد، بعد خروج منتخب مصر والازمه اللي اثيرت في وسائل الاعلام وغضب المجتمع المصري وشعوره ان في قدر من التهاون او الاهمال على اقل تقدير ادى الى خروج المنتخب بهذا الشكل، في يعني رب ضاره نافعه في بعض الامور اللي الناس شافت رغم هذا الضرر، الا ان احنا شفنا ان في احترافيه في شكل اداره البطوله، وانها لم تهتز شكل التنظيم او الفعاليات باي شكل، نظرا بقى لفكره ما اثير عن اقالات او استقالات او تحقيقات الى اخر هذه الامور، او اي اجراءات بتتبع او جاءت بعد خروجنا بهذا الشكل غير المقبول. واضح ان كان في فصل للامور تماما وتوزيع للمهام بشكل احترافي بين اللجنه المنظمه للبطوله حتى لو فيها رئيس الاتحاد المهندس هاني ابو ريده، وبين اتحاد الكوره واشخاصه. بالفعل اول ما مصر اتحقق ليها تنظيم البطوله، اتحاد الكوره هو المنوط وهو المعني بالبطوله وتنظيم البطوله والملف، وي وي وي. انت دورك استراتيجي اللي انت حطيت منهج اللي انت عاوز تنظيم البطوله، طبعا عن طريق الموافقه الحكوميه، عن طريق الوزاره، عن طريق رئاسه الجمهوريه، الخطوط العامه، الخطوط العام. انما بعد كده بقى في شغل احترافي بقى، ما ينفعش اللي انا رئيس اتحاد يعني اعضاء مجلس الاداره اللي انا امسك كل اللي جاء، لا ده انت ليك دور، الدور ده اللي انت بتعمل استراتيجي، الاستراتيجي ده بعديه بقى انت بتختار مدير بطولة، بتختار رؤساء اللجان، بتختار رؤساء المجموعات، بتختار مين، بتحط سياسة ومنهج، وتجيب ناس ذو خبرات. ما شغل التطوعي ده في مصر يعني في أي حتة في العالم. يعني رغم الانتقالات الشديدة والحادة جدا لأداء اتحاد الكرة في الفترة اللي فاتت، وفي فصل بين ده وبين الأداء الجيد في ترتيبات البطولة بدليل الإشادة المستمرة بنجمنا محمد فضل وجهده ودوره الكبير مع فريق العمل. بالفعل طبعا محمد فضل نجم من نجوم الأهلي، ومن من الناس اللي يشهد لهم بالكفاءة، والدليل على كده من إمتى كنا بنشوف مدير بطولة مع احترام لما كان موجود قبل كده ينزل الملعب الناس تسقف له، يعني بالرغم بعد خروج المنتخب لما ينزل دلوقتي الاستاد محمد فضل بيتسقف له. ماشي، محمد فضل عمل معايشة في روسيا في بطولة كأس العالم اللي كانت في روسيا، عمل معايشة مع المدير التنفيذي، خد خبرات، قدر ان هو ينقلها لنا هنا، خلاف طبعا اللغات اللي عنده، خلاف ان هو ناشط وشاب، يقدر ان هو وقدر ان هو بالملكات اللي عنده دي والقدرات والخبرات اللي خدها، اللي هي هو قدراته الشخصيه اللي هي مؤهله لده، والخبرات اللي بالتعاون بقى واعداده بشكل جيد ليكون مدير ناجح. بالفعل، والدليل على كده المهم الحاجات دي كلها قدروا ان هم يستوعبوها ازاي بالمعسكر اللي هو اتعمل ده خارج القطر خالص، بنفس الجو، بنفس اللعيبه، خرجوا. احنا بنشوف دلوقتي رمضان صبحي وهو ماسك راكب عجله، يعني معنى كده اللي انت تخرجه من الضغط النفسي. رمضان صبحي كان نفسه يكون مثلا مع المنتخب، لا شوف دلوقتي يعني ايه، خرج من الجو العصبي النفسي. هي دي اللي احنا بندور عليها، الاحتراف في كل شغلنا، الراجل الجزء الفني مع الفني، الجزء الاداري مع الاداري، الجزء التقني مع التقني، ده في الاخر هيطلعنا للمنظومه الناجحه اللي احنا بندور عليها دي، زي ما احنا شايفين كده منظومه النادي الاهلي. هرجع اختتم الحوار ده معاك يا دكتور وليد بعد متابعه التقرير التالي الخاص بقدره مصر على استضافه بطولات اكبر من كاس الامم الافريقيه ومناسبات يعني اكثر تاثيرا كمان على الساحه الدوليه والعالميه في عالم الرياضه او كره القدم. بعد متابعه هذا التقرير نعود عشان نسمع راي حضرتك في هذه الاراء من عدد من الرياضيين المصريين. خلونا نشوف التقرير. We'll be right back.
اتمنى هذا يعني انا اتوقع يعني ان مصر تسعى يعني، واتمنى انها تسعى على الاقل استضافه كاس عالم للشباب يعني. احنا نجحنا قبل كده في تنظيم كاس عالم الناشئين، ولازم نسعى لكاس عالم الشباب يعني. طبعا المونديال الكبير ده له شروط وكراسه شروط صعبه جدا، هناخدها خطوه خطوه نقدر نوصل ان شاء الله ان احنا ننظم احداث ممكن نستضيف احداث زي السوبر الاوروبي مباراه، لان الجمهور متزوج جدا، عندنا ملاعب بسم الله ما شاء الله الوقت نفخر بها. يعني عندنا طبعا مصر بلد سياحه وبلد مضيافه، فاحنا عندنا مقومات كثيره جدا لاستضافه احداث كرويه كبيره يعني. ما نقدرش نقول المونديال في الوقت الحالي الكبير، ولكن احداث رياضيه كبيره ان شاء الله ونقدر نستضيف. الرساله اولا ما كانتش موجهه لافريقيا، موجهه للعالم كله، لان الكره الافريقيه محط انظار كل العالم. اولا اللي بيبقى فيها من نجوم اساسا هم بيبهروا العالم حاليا يعني، محمد صلاح على ساديو ماني على اوباميانج على كل دول مسيطرين على الساحه الان. شيء طبيعي جدا العالم كله يتابع افريقيا باعتبارها منجم النجوم. من هنا احنا بنقدم كتنظيم هذه الصوره المبهره لمصر. غير بقى يا اخويا شريف 2010 لما كنا قاعدين متقاطعين على نفسنا وعمالين اسوان تؤيد واليوب تناشد، لا المساله اكبر كتير من كده. النهارده بنقدم نفسنا في ابهى صوره للعالم. اعتقد ان الاتحاد الكوره لما بيفكر في ان يستضيف السوبر الاوروبي مع حق، كبرى المباريات العالميه مع حق، بعد كده ان شاء الله كاس العالم، مع ان طبعا 2006 2022 معروف قطر، 2026 محجوزه لامريكا الشماليه، 2030 لامريكا الجنوبيه عشان الذكرى المئويه لكاس العالم في اوروجواي. يعني احنا قدامنا وقت بس نرتب برضه، والاجيال الجايه ان شاء الله تستمتع باستضافه مصر كاس العالم باذن الله. انا اتمنى يعني مش عايز اقول كاس عالم لان لسه ليها ظروفها، لكن احنا نستطيع ننظم كتير من السوبر على العالم كله في مصر بالامكانيات اللي عندنا. نستطيع ننظم دورات صغيره، عندنا بطولة المنتخبات الأولمبية إن شاء الله في نوفمبر، هتبقى امتحان جيد جدا، 8 فرق مجموعتين سهلة جدا، أعتقد هنبهر العالم فيها. أتمنى تكلل برضه بصعودنا للأولمبياد لندن 2020، لكن إحنا قادرين ننظم كتير جدا من الفعاليات. ينفع، وخاصة إن أنت عندك جميع الإمكانيات، عندك استاد تفخر بيه حاليا بعد التجديدات اللي تمت، عندك منظومه من الشباب، اللجان الشبابيه اللي اشتغلت وادت دور رائع جدا، وورت يعني ايه شعب مصر وشعب مضياف. او انا كنت ليا تعليق برضو ان شعب مصر شعب مضياف، نجح البطوله مع الجهات المعنيه. هتلاقي كل حاجه، هتلاقي الحاجات دي مطلوبه بعد كده، بس انت المفروض منك دعايه اكتر، المفروض انت تعطي انطباع بده، خلي بالك. بص الشغل الحلو في الدنيا دي كلها شغل تسويق، هتسوق كويس لنفسك، هتلاقي نفسك مهتم بيك من كل انحاء العالم، انت راكن نفسك وما بتحاولش انك تسوق نفسك. خلي بالك اي حاجه في العالم بتنجح من خلال التسويق، احنا لازم يكون عندنا شغل تسويقي رائع، ان شغل تسويق على اعلى مستوى، ناس حرفيين في موضوع التسويق، مش مجرد يكون عندنا حاجه، يعني ايه مصنع بينتج اشياء كثيره للغايه وراكنها جنبه، ملاش اي لازمه حتى لو كان المنتج افضل مما يكون، فبالتالي احنا عندنا دلوقتي عندنا ملاعب رائعه، عندنا ملاعب، عندنا تنظيم رائع، فلا بد ان يكون تسويق، وده دور الدوله طبعا ودور الشركات التسويقيه اللي هي تعمل دعايه ورواج لان احنا نستاهل ده. ده التوجه بتاع الدوله اللي جاي. لما بنتكلم مع دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه قال لي انه ده تبني عليه. عندك منظومه دخول جماهير ا ب، انك انت عايز جمهور، النهارده في اليه في الفان اي دي تقدر تدخل الجمهور اي محفل جاي ويقدر يحصل على تذاكر بنفس الاليه. بتكلم على ملاعب، النهارده عندك 6 استادات استقبلت 24 منتخب، كل فرقه لاول مره يمكن ما حصلتش في كاس عالم لها ملعب فرع للتدريب خاص بيها. خليني اقول لك انه كمان الدوله هتكمل، يعني مش هنكتفي بدول، لا ده هم داخلين المرحله الجايه هيطوروا كل ملاعب الانديه الشعبيه، كل الملاعب الكره اللي هنا، فده هيخليك مش تقدر تستضيف كاس عالم، تقدر تستضيف دوره اولمبيه، وانا اعني هذا الكلام تماما. عندنا تحديات وعندنا اشتراطات لازم نحققها عشان ننظم بطوله كبيره زي كاس العالم او بطوله دوليه ان شاء الله باذن الله في المرحله اللي جايه وفي المراحل اللي جايه، مع التطور الكبير اللي بيحصل في الدوله وبيحصل في كل قطاعات الدوله، اعتقد ان شاء الله هيبقى عندنا الفرصه. يعني احنا كاس عالم شباب احنا نظمناه قبل كده، واعتقد ان احنا بالامكانيات دي ننظم
كاس عالم كبار يعني كاس عالم يعني احنا خلي بالك احنا عندنا بطوله ست مجاميع وست ملاعب وعندنا كم ملعب ما استخدموش يعني احنا عندنا استاد الجيش في السويس ده تحفه استاد برج العرب تحفه كل ده مش في بطوله يعني احنا كمان الملاعب لو في ملاعب كمان اتعملت ملعب في العاصمه الاداريه ملعب في شرم الشيخ او الغردقه ده تقدر تنظم يعني احنا كنا ما بنثقش في نفسنا ان احنا نقدر لا البطوله دي بينت ان احنا نثق في نفسنا وان احنا قدها وان احنا نقدر ننظم مش كاس عالم شباب كاس عالم كبار لا ممكن فتنظيم كاس العالم الشباب في مصر بهذه الامكانيات ممكن ممكن لان الان تقدم من ملاعب في مستوى صراحه مستوى حتى ملعبنا حضرت بزاف ملعب السلام ملعب السلام فهذه النموذج للملاعب يمكن انها تكون منتشره في الدول العربيه علاش 20000 25000 غير استاد القاهره لا فالدوله حتى هذا في هذا التفكير ولا عند المغرب في ملاعب 2 3 كبيره ولكن ملاعب اخرى تكون بطاقه استيعابيه متوسطه ولكن مجهزه على مستوى في قاعات في منصه الصحافه ولكن الملاحظه على ملعب السلام منصه صحافه صغيره ما قدرش ان تستوعب العدد الهائل من الصحفيين بطبيعه الحال سهل جدا لكن الحكايه فيها بيزنس ما ده اللي بقوله لك اول ما تتحط خريطه الطريق زينا زي كل العالم ستستطيع ان تجلب يعني فريقين تخاطب الاتحاد الاوروبي تخاطب المنظومه الدوليه لاستقطاب يعني سوبر ما مباراه كبرى ما لانه الترويج والتسويق بان هنا باستاد القاهره هو الاعلى دخول للجماهير من كل الملاعب ده طلع في الارقام العالميه يعني مش بقول مثلا لا بقول لك ده صدر به من هيئه الاحصاء ان استاد القاهره الاكثر حضور في كل البطولات عدد الجماهير يعني وبالتالي اعتقد ان احنا الحمد لله مؤهلين تماما لاستقطاب احداث عالميه شريطه ان نصبح لدينا منظومه عالميه من السهل جدا أكتر بطولة ممكن تحارب عليها هي بطولة كأس العالم للشباب ما تتكلمش عن بطولة كبار خالص لأن لها معايير ولها قياسات ولكن أنا إمكانياتي أحسن من كأس العالم بس أنت النهاردة الثقة بقت مفقودة ما بينك وبين الفيفا بقى الثقة مفقودة بينك وبين الكاف لأن أنا برضو عايز أقول أن الاتحاد الأفريقي بيعيش أسوأ أيامه رئيس الاتحاد ممنوع من دخول الكاف ورئيس الاتحاد مصري ممنوع من دخول الجبلية احنا اكتر من كده هنقول ايه دكتور وليد الكاشف تعليق حضرتك على محتوى التقرير اللي تابعناه دلوقتي والله طبعا كل السادة الزملاء النقاد الرياضيين قالوا كلام جميل وحنزود بس عليها اللي مصر سباقة بكل حاجة في الملاعب في الاستادات في الفنادق احنا بلد سياحية عندنا كمية فنادق وعدد فنادق وبدرجات عليا من النجوم موجودة نقدر ان احنا نستوعب مش بطولة أمم أفريقيا لا بطولة عالم ولكن طبعا ليها وقتها فكان فاضلنا جزئية بس صغيرة والحمد لله بعد ما شفنا اللي حصل في 2019 في أمم أفريقيا الأمن احنا دلوقتي احنا مرور على أعلى مستوى الاستادات تأمينها طبعا كل التأمين من الخارج ودي طبعا الحاجة الجديدة اللي احنا شفناها في كأس الأمم ان التأمين كله من الخارج وكل ولادنا المنظمين او تذكرتي او الشركة الأفريقية او كلهم من الداخل فدي حاجة كانت جديدة موجودة في العالم كله كانت ناقصاها بس في مصر بدأت هي تنظم في مصر وبدأ كل واحد يعرف مكانه فين فكان فاضل لنا الجزء الامني ما ينفعش ان يكون كل اتجاه عندنا يبقى حائط الصد بتاعنا هو الامن لا ده دلوقتي كل واحد ليه دوره سواء منظمين سواء البوابات الالكترونيه ومن قائم عليها سواء اللي بيعمل استراتيجي بتاع البطوله الاحتراف 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 فدي موجوده الحمد لله اهلا وسهلا باي بطوله سواء عالميه او نهائي دوريات او سوبر اوروبي او مصر غنيه باولادها انهم يقدروا ينظموا احداث احسن اللي احنا شفناها كده كمان كان في ملاحظه من اكتر من شخصيه من الشخصيات اتكلمت في التقرير ده وعايز اعرف مدى اتفاق او اختلافك معاهم يا دكتور وليد الناس قالت نقدر نحقق الكثير والكثير ويبقى سقف نجاحنا بلا حدود لو اخترنا دايما الكوادر اللي بتشتغل عشان البلد دي تنجح واخترنا العناصر اللي بتتكلم عن نجاح مصر من خلال نجاح الحدث وليس نجاح شخصي ليهم او انهم يتكسبوا او يتربحوا او يعملوا مكاسب شخصيه ان احنا دايما في الاحداث الكبيره العالميه دي بتبقى عايزه كتيبه عمل بتمثل كل الجهات في الدوله اللي بتنظم حدث بالحجم ده الكل بيسعى ويقدم كل ما لديه واكثر من جهد عشان الحدث ينجح وبلده تنجح هي اهميه النقطه دي الدوله راعت بطوله
بالتالي بقت كل منظمات الدولة أو هيئات أو الوزارات اللي في الدولة بترعى هذه البطولة اللي في الآخر هيعود على مصر، مش مجرد مباريات لا ده سياحة واقتصاد والاستقرار الأمني ده اللي كان فاضل لنا فعلا اللي احنا كنا بنقول عليه، ده مكاسب كثيرة يعني، مكاسب كثيرة. وبعدين دلوقتي احنا لما جينا اخترنا ناس محترفة، كل واحد في مجاله محترف، دي ليها مدلول كبير. خلاص حتة العمل التطوعي والإشادة ونطلع نقول اي كلام، لا انا دلوقتي مش لازم اتكلم بس افعل، الفعل بتاعي هو اللي طلع لنا تنظيم محترم. التنظيم المحترم ده نتيجه كان فعلا كان الكلام قليل والفعل اكتر، يعني العمل الاحترافي واختيار الكوادر المؤهله طبعا طبعا، ويبقى في منظومه فيها رقابه على الجميع علشان نقدر كل واحد في مجال عمله او اختصاصاته يقدر يحقق المطلوب منه، ويبقى بيشتغل عشان ينجح المنظومه كلها مش عشان يعمل مكاسب شخصيه لنفسه. تمام كده. طيب خلينا اختتم مع حضرتك هذا الحوار بسؤال سريع جدا عن امر طبعا كان ممكن نديله مساحه من الوقت، بس احنا مش عايزين نخوض في هذا الامر كثيرا، عايزين سؤال يعني عابر لهذه القصه. حضرتك لك دراسات علميه متخصصه وخدت درجه، حصلت على درجه الدكتوراه في الالتراز، في ظواهر الالتراز عالميا. ظاهره الالتراز في مصر، كيف نستفيد بما هو ايجابي منها؟ كيف ننبذ ونبعد ما هو سلبي وما هو خطر على المجتمع المصري منها؟ ازاي نزكي فيها الجانب اللي بيدعم الرياضه ويحقق ارباح ويملى الاستادات ويخلي فيه روح حقيقيه في ملعب كره القدم، ونتجاوز ونقف ضد كل ما يمثل اي خطر على مجتمعنا المصري في الظاهره؟ والله احنا ما عملت الدراسه دي عن الدكتوراه عن طبعا دي ظاهره مستحدثه على المجتمع المصري، يعني ظهرت في 2007 في اول مباراه ما بين او كانت بدايه ليها كانت مباراه مصر الاهلي وانبي في 14/3/2007، ده كان اول ظهور للالتراس في مصر. اتعاملنا معاه باسلوب خاطئ احنا يعني بدون ما حد يزعل مني، احنا كدوله بالكامل بجميع مؤسساتها اتعاملنا مع مجموعه من الشباب ظهروا ببانر مساحته يعني للدرجه الثالثه شمال كلها مثلا الموجوده في الاستاد مش عارفين جواها ايه، ما فكرناش ان احنا نفتح نشوف البانر في ايه، احنا من البدايه قلنا لا ما تتخشش. فدي عملت من البدايه يعني نقول سور ما بيننا وبين مجموعه الشباب او الرابطه اللي ده. واتكلم عن المستقبل يا دكتور، المستقبل عايز استعرض الاحداث اللي فاتت. شوف حضرتك دلوقتي احنا قلنا هنظهر الايجابيات، الايجابيات ان دول من الشباب المصري وعنده اعلى مستوى من الثقافه ان هو يقدر ان هو يوظفها في الايجابيات اللي احنا محتاجينها. ازاي؟ الاول خالص هم عندهم عقيده، هاتهم على طاوله المفاوضات بدل ما احنا بكل ما نيجي نقعد مع نفسينا، والطرف الاصيل المفروض يقعد معانا ما بيقعدش معانا. احنا نعرف دلوقتي بعد الاحداثيات الجميله اللي احنا شفناها في كاس الامم والجمهور المحترم اللي احنا شفناه في المدرجات، وما فيش حد من الجماهير مش عاوز يروح الاستادات، لا ده كله عايز، كبير وصغير، روابط وغير روابط، لا نجيبهم بقى على طاوله المفاوضات والقياده المعنيه بقياده الدكتور اشرف صبحي يقعد وهو عارفهم كويس جدا ويقدر ان هو تواصل معاهم. وحصل ايام ما كان ماسك هيئه استاد القاهره قعد وتواصل معاهم، وانا كنت شاهد عيان في هذا الوقت، كنت انا مدير عام الامن في هيئه استاد القاهره في هذا، وقدرنا ان احنا نتحاور معاهم وقدرنا ان احنا نخليهم ينفذوا او يمشوا في الاطار الصحيح اللي احنا عاوزينهم فيه كنا ساعتها في الاستاد. الكلام ده لازم يتكرر تاني دلوقتي كان الدكتور اشرف كان رئيس هيئه استاد ساعتها، دلوقتي هو وزير الشباب والرياضه، يعني ملكاته وقدراته بقت اكبر ان هو يقدر ان هو يحل المشكله دي، وان شاء الله دلوقتي بقت يعني اقل وطئا مما فات. اللي احنا دلوقتي كلنا كدوله قدرنا اللي احنا نقول ونستوعب ان دول شباب مصر مش هنقدر نغفل عليه، هنقدر ان احنا نجيبهم ونتعامل معاهم عشان يمشوا في الاتجاه اللي احنا عاوزينه اللي هو اتجاه الصح. اي تجاوزات ان احنا يبقوا جزء عندهم عقيده هنحترمها في الملاعب، عندهم عقيده انا يعني بقول اهو من خلال منبر حضرتك، عندهم عقيده هنحترمها ولكن مش هيخرجوا بره الاطار. الاطار الدوله اللي هو احترام قدرات الدولة من استادات من منشآت من طرق، من في عندك مشكلة في حاجة معينة في طاولة مفاوضات تيجي تقعد وتعرض مشكلتك زي أي دولة متحضرة في العالم. مصر خلاص دلوقتي ما عندهاش استعداد إنها ترجع لورا، إحنا خلاص دلوقتي في مستهل اللي إحنا في الألفية الكام دلوقتي عشان خاطر نفكر فيما سبق، إحنا هنقف معاكم في جيبياتكم، هنعمل مكافآت وسفريات لأعلى الجمهور لأعلى الأفكار
الجديده اللي هتطلع هنقدر ان احنا نعمل الجمهور المثالي، نقدر نعمل جوائز ليهم، هنقدر نعمل حاجات حلوه كتير في وجود القيادات الشبابيه اللي موجوده دلوقتي، والدوله اتغيرت دلوقتي بقى فعلا بيمسك الدوله كده. الدوله هتساعد وهتنجح كل من سيسهم في نجاح منظومه الرياضه، اصلهم اولادهم مش هيغفلوا عنهم، ان الدوله مع كل من سيسهم في نجاح الشكل. والاعلام لو سمحتم الاعلام والمنابر كلها ماشي تظهر الايجابيات، سلبيات مش هنظهر، سلبيات ليها طرق تانية، دي قصة تانية طبعا. مناقشة الإيجابيات والسلبيات ودور الإعلام فيها، ولكن بلغة متحضرة وبشكل بناء وليس هدام، دي قصة تانية طبعا. لو فتحنا الحوار فيها هنحتاج ساعات لمناقشتها، فكرة آليات الإعلام ودوره وإمكانية أنه يصلح في أي مجتمع أو يقدم الجوانب الإيجابية وكيف يعالج السلبيات. يعني ده دور رئيسي وعاوزة خمس ست حلقات، بس موضوع حوار تاني. عموما انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا لك الدكتور وليد الكاشف مدير عام بهيئه استاد القاهره الدولي، اسعدتنا بوجودك معنا النهارده وبشكرك شكرا جزيلا لك. انا اللي بشكر حضراتكم وبشكر القناه المحترمه والجمهور المحترم لهذه القناه اللي بيقدر ب 70 مليون مصري، وان شاء الله موفقين في الفتره الجايه وننهي الدوري على خير وننهي الكاس على خير ونبص بقى للاعلى من كده ان شاء الله باذن الله. بشكرك شكرا جزيلا دكتور وليد. مشاهدينا بشكر حضراتكم على المتابعه نهايه هذه الفقره وهذا الحوار مع الدكتور وليد الكاشف، ولكن ابقوا معنا. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وبعد الفاصل المزيد من اللقاءات عبر شاشة قناة الأهلي ومن خلال الأهلي الليلة، زميلي محمد سعيد وحوار خاص جدا مع الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ نبيل عمر.